حتى منتصف الليل. يعني الفكرة أو الحبكة تبعته مختلفة تماماً عن ما قدمته من قبل. يعني الطابع اللي يعني يغلب عليه الفيلم بتحسه ممكن بمستوى عالمي أو غربي أكثر من شرقي. نعم. اللي عارف إن حياسي حاول عنده يعني. فشكلك مش ناوي تقولنا شيء أكثر من هيك. يعني حاول متحرصنا أكثر وأكثر. عن جد. يعني خذيت شيء طبيعي عادي وايد طبيعي وحولته لشيء. عملت فيه تويست. طبيعي. تويست. طيب نيجي لدورك بشو بتلعبي دور بالفيلم؟ أنا بلعب دور سارة زوجة سالم اللي هو بطل الفيلم اللي هو أساساً بيكون بالبيت لحاله. أنا يعني love interest فيك تقولي. أنا عنصر العاطفة بهالفيلم. يا استني يعني في حدا حيموت بالفيلم؟ شو؟